مشاركتنا في التظاهرة تؤكد على أن الشعب المغربي قد فاق، وأن توظيف الدين في السياسة ليس هو الديمقراطية. الديمقراطية هي الحرية والأخلاق، وأن الطعن في أي قرار ديال الولي ينبغي أن يوجه فيه إلى المحكمة الإدارية، إلى القضاء، هو الذي يقول الحق في الفصل، وليس توظيف الدين والقيام بحملة قبل الأوان من أجل الانتخابات. الشعب المغربي قد فاق، وأن الحصيلة التي قامت بها حكومة بن كيران تؤنها حصيلة فاشلة. أما هو تقييمها في المجال الشغل لا شيء، في مجال الصحة لا شيء، في مجال التعليم لا شيء، مجال السكن لا شيء. أين هي هذه الحكومة؟ اللازال تريد أن تمشي بالمغرب إلى الهاوية 5 سنوات أخرى؟ لا، ينبغي الحد، ووضع حد لتوظيف الدين في السياسة، والذي ينبغي أن يكرس هو الديمقراطية ودولة الحق والقانون. زلنا باش نحتجوا نظرا للفشل ديال هذه الحكومة جميع المجالات جميع الميادين. الفشل ديالها كما كتشوفوا نسبة البطالة ارتفعت 10%، هناك مديونية كبيرة، يعني هناك فشل كبير ديال هذه الحكومة، وهذا الواقع، هذا الواقع. بليس دو سا راه كاين بزاف د الامور، ماشي لنا حتى شي حاجه، شنا الوزينات كيتصدوا، راه البلاد وقفات، لا تجاره لا صناعه. اولا جئنا من اجل المشاركه بقوه، من اجل اسماع صوتنا ومشاركه اخواننا، يعني المغاربه من طنجه الى القويره في هذه المسيره، رافعين لمجموعه من الشعارات. اولا شعار لا لاخوانه الدوله، لا لاستغلال الدين في العمل السياسي، نعم للتنافس الديمقراطي والحزبي المبني على برامج حقيقيه، وكذلك على وعود حقيقيه تعطى للمغاربه، وكذلك من اجل قول كلمه لا لحصيله هذه الحكومه الهزيله التي لم تقدم اي شيء لهؤلاء المغاربه جميعا، سواء في المهجر سواء داخل المغرب. هناك يعني رقم صفر في الحصيله في المجال الاجتماعي، قطاع التعليم، قطاع الصحه، ارتفاع نسبه البطاله، كذلك ارتفاع الاسعار، ملف التقاعد، كذلك مجموعه من الملفات والتنميه على مستوى كل هذه الاقاليم. هناك تراجع كبير في مجموعه من الملفات، وبالتالي جئنا من اجل المشاركه واسماع صوتنا بقوه. جاي نشارك اخويا على بالنسبه لهذا السعر اللي ولا غالي، والبوطه، والمشاكل اللي ولات في هذه البلاد بزاف. حتى شي حاجه ما بقات منظمه في هذه البلاد، حتى شي حاجه. وتقول اخويا ما بقات حتى شي حاجه، ولا البوطه غاليه، الاجرام ولا في البلاد عندنا على الجهد، المدينه القديمه ولا فيها الاجرام على الجهد. وليتي ما تخرجش كريساج، ولات المرأة تخرج للافاميناج مع الصباح هاكا تلقاو لها السيوفة والجناوة، ولا الإجرام على الجهد. هادشي ما كانش في البلاد عندنا، كان الإسلام وكنا غاديين مزيانين. مني ولا هاد السيد خرج علينا زيادة في الأسعار، البوطة، الفقراء، مساكن ما بقاوش عايشين، ولاو عايشين، ما بقيناش عايشين في هذا المغرب.